انا بدأت فعلا في المشروع دوت بحفلة خالد حماد، بس ان شاء الله من اول شهر 9 تباعا كده كل شهر هتبقى في حفلة لمؤلف من مؤلفين الموسيقى بداية من التصويرية، شهر 9. بداية ما اقول هي وبداية الموسم ان شاء الله كل شهر يبقى في حفلة فيها فنان من الفنانين المتميزين يعني، وبعض الحفلات هيبقى فيها اكتر من مؤلف للموسيقى. والحقيقة يعني دي حاجة مهمة قوي ان انا استشعرتها في حفلات عمر خيرت. عمر خيرت فنان جميل قدر يعمل جمهور عظيم في وقت، فكرة ان الجمهور يستمتع بالموسيقى يتهافت على انه يروح يدفع فلوس ويتفرج على موسيقى او يسمع موسيقى، دي كانت بعيدة شوية عن الجمهور المصري. هي يمكن موجودة في العالم بس الجمهور المصري، فدي ده اللي شجعني ان انا اكمل في نفس الفكره. هي مش فكره جديده او فكره يعني، انا قدامي النجاح حاصل اهو يعني. بالظبط. فاحنا لما دايما الواحد لما بيشوف نموذج بيبتدي يمشي على يعمل على نفس ولو قدر يطور منه طبعا بيطور. فالحقيقه احنا عندنا اسماء كتيره قوي مؤلفين مصريين للدراما، الحقيقه يستاهلوا ان هم يتعمل لهم حفلات، ولو بقى في جمهور هنبقى احنا مميزين جدا من اي مكان في العالم، ان احنا فعلا عندنا جمهور عظيم للموسيقى للمؤلفات الموسيقيه دي. حط تحتيها 40 50 خط.